السلام عليكم. وفي الفيديو الثاني من سلسلتنا راح نتكلم عن مفهوم خاطئ شايع عند الشباب. وهاي المفهوم هو ان العناية بالوجه تقتصر فقط على البنات، وهاي المفهوم لازم احنا نعدله كشباب، لان في النهاية الوجه مثل اي جزء ثاني من الجسم انت تعتني فيه وتستخدم له المنتجات المختصة فيه، واصلا العناية بالوجه راح